مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال رجاء، 32 سنة الوالدين ديالها كيقولوا ماتت وهي لا زالت على قيد الحياة. مشاهدينا الكرام، مستجدات جديدة في الموضوع وكذلك تفاعل ديال المغاربة مع رجاء، غادي نشوفوا مع مستجدات جديدة بالبارح اليوم. رجاء، وضعنا الفيديو البارح، حسوا بك المغاربة، تواصلوا معاك، ربطي بينا الاتصال، عندك مستجدات مهمة، تفضلي. أول حاجة السلام عليكم وشكرا لكم على الحضور معايا، وكنشكر المغاربة كاملين ولا الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي تعاطفوا معايا وكيتصلوا بيا وكيواسيوني بالكلام الطيب، وكنشكركم بزاف بزاف لأنكم حنيتوا فيا كمغربيه بحالي بحالكم وكمواطنه بحالي بحالكم، درتوا لي القيمه، الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف. واليوم انا راه جيت بغيت نشارك معكم كيف جيت معكم من الاول، بنشارك معكم حتى المستجدات اللي دابا وقعت عندي. اليوم في الصباح كنت تفاجئ بواحد الرقم اللي انكوني عيطات لي به واحد السيده اللي كان دابا كنترجاها وكنطلب منها انها تشفق عليا وانها تعاود تواصل معايا لان ما بغاتش تبيع لي الرقم ديالها، وعطتني مستجدات اخرين جداد عاودت لي الاستوار كامله اللي نفسها انا عاودت للمغاربه، ديالت الام ديالي وديالت فاش الاسم اللي كانت غتسميني اميره والكورميطه اللي جابت لي والحوايج اللي كانوا عندها والطريقه باش عطاتني كل شيء عاودته لي. غير هي الجديد اللي عندي هي انه الام ديالي ماشي من طنجه، الام ديالي فاسيه وعطاتني واحد الاسم اللي باش انا خلاتني انني نثق في هذه السيده، عطاتني واحد الاسم اللي انا ما ذكرتوش قدامكم البارح، ديال الام ديالي اللي كانت مزوره للناس عطاتهم اسم اخر سميتو حميده، قالت لي بان المراه سميتها حميده وراه هي من فاس، وراه فعلا قالت لي ولدتك في الوقيته اللي قالت لي يا اما في مارس يا اما اكتوبر، ما بين مارس واكتوبر في سنه 90. ودابا انا الله يجازيك بخير والله يسهل عليك، الا كنتي تتشوفي فيا اختي كي شتيني البارح، الله يحن عليك ويحن عليك دنيا واخره ويخلي لك وليداتك ويعطيك فيهم ما تمنيتي. حسبيني ولو غير جزء من وحده من فلذات الاكباد ديالك، ووقفي معايا واعطيني معلومات اللي يقدروني يوصلوني للام ديالي باش نحيد هذه الحرقه. الله يسهل عليك والله يجازيك بخير، انا راه ما غادي نعديك بتا شي حاجه لان راه هذيك شهاده الحق وشهاده اللي غادي ان شاء الله غدا قدام الله اللي غادي تنفعك، ما غاديش تنفعني انا ولا اي واحد كما كان نوعه. الله يسهل عليك اختي، الا ما عاودي تواصلي معايا وعاودي قولي لي اعطيني نمرتك، راه انا راه ما غادي ناديك بتا شي حاجه. الله يسهل عليك ويجازيك بالخير. انا غادي نشوف انا وياك مجموعه من نقاط اخرى باش الراي العام يستوعب معنا. مشاهدينا الكرام، اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع وبالاخص في الناس اللي ما شافوش الفيديو السابق ديال رجاء. رجاء عندها 32 سنه، تزوجات في حوالي 14 ولا 15 سنه، الام اللي كانت كتعتبرها هي راه الام ديالها البيولوجيه ما قالتش ليها الحقيقه. في حوالي 2010 كتجي عندها واحد السيده كتقول لها هذيك السيده راه ماشي الام ديالك، والام ديالك راه ولداتك وعطاتك واحد المراه، يعني هذه المراه اللي تسلمت رجاء توفات هذه الابنه ديالها اللي كتصرح ليها، قالت لها خديناك وعطيناك لناس اخرين، حددت لها معلومات، بدات كتبحث، قدرات كما قالت توصل للاب، الاب توفى، لقات الاولاد ديالو اللي ما تجاوبوش معاها في الموضوع. مشاهدينا الكرام، هاد الام اللي هي الام ديالها الحقيقيه كان عندها اشكال مع الزوج، عطات رجاء وهي يلا تزادت لهاد السيده، طلبت منها انه تكون عندها حوالي شهر، ولكن ملي رجعت تسلم الابنه ديالها هاد السيده هادي قالت لها بنتك ماتت، لانه السيده كما صرحات خافت عطاتها لناس اخرين. من بعد كتكتشف رجاء بانه راه هاد الناس اللي كبروها راه ماشي هما والديها. الان المستجد الجديد اللي عطاتنا غادي نشوفوا معاه بدقه، تبعوا معايا. عطيتيني نبدأ على المستجد، واخا انا غنمشي معك، غادي تعاودي لي هاد السيده اللي عيطت لك بالبريفي شكون هي، شنو علاقتها بهاد الام ديالك؟ هاد السيده هذيك كما قالت لي بانها هي كانت خدامه في الفيلا وكانت عندها حوالي 15 سنه في عمرها،
قالت لك هي كانت باقيه صغيره. هذه السيده اللي دورت لي بالانكوني قالت لي بانها كانت عندها 15 عام، وقالت لي هي ما عقلاش مزيان. قالت لك السيد اللي كنا خدامين عنده واحد الانسان اللي معروف وكان انيق، وكانوا كيجيو عنده ناس كتار وسميتو وهاد صافي. هاد الشيء اللي قالت لي، قالت لك ما عقلاش بالضبط على كل شيء. هاد المستجدات هما اللي عطاتهم ليا وهضرات معايا انكوني. ودابا هاد السيده اللي تواصلت معاك، شنو العلاقه ديالها بالام ديالك؟ هي قالت لك خدامه هي وياها مزيان، شنو المعلومات اللي عطاتها انطلاقا ملي كتعرف بانه ولد حميده؟ وانت هاد حميده باش عرفتي هاد السر بان ماماك سميتها حميده؟ ماشي سميتها حميده، هي كانت مستغله هذا الاسم هي باش تخبى من مورا من 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 هويتها. انا ماشي سميتها حميده، هي كانت مستغله يا حميده باش الناس ما يعرفوهاش. وهاد السيده هذه اللي دوات معاك كتعرف سميتها الحقيقيه؟ ما عرفتش، لا ما قالتش لي، ما قالتش لي بانه. قالت لك هي هما كانت تقول لهم سميتها حميده، ولكن الوثائق ديالها ما عمرهم شافوها. قالت لك ما عمرها خلاتهم يشوفوا لها الوثائق ديالها ولا هي منين. سولتهاش ملي حملت؟ لا ما عطاتنيش بالضبط معلومه. يعني عطاتك معطيات وفي نفس الوقت تحفظ؟ معطيات وفي نفس الوقت متحفظه، ما عطاتنيش بالضبط اش كاين. شنو هو الاكيد اللي عندك ان هذه السيده كانت قريبه من الام ديالك؟ اللي اكيد انها قريبه الام ديالي، لانه انا الاسم ديال حميده ما كنتش تنصرح به بزاف، وهي قالته لي. قالت لي الاسم ديال حميده وعطتني طنات ديال المراه الله يرحمها اللي كانت تطلب. قالت لي راه المراه اللي عطاتك ليها راه كانت تتجي للفيلا، وكنا كنخرجوا لها الماكله وكندوروا معها وداك الشيء، وهي اللي خرجت عندها وقالت لي راه بغيت نعطي هذا الشيء اللي في كرشي، راه واقع لي المشاكل. ما عرفتش شنو هما هاد المشاكل، ما عرفتش شنو هما. وصافي وتوسطت ليها، هي اللي توسطت ليها حتى عطاتني للناس الاخرين. هذيك السيده اللي طلبها هي اللي توسطت الام ديالي حتى عطاتني الناس الاخرين. والمعلومه الاخرى اللي عندي هي انه الام ديالي قعدت مع هاد السيده هادي مده اسبوع، حنت ما مشات لعندها حتى بقات لها سيمانه وتولدني. عاد مشات هي قعدت مع هاد السيده حتى ولدتني وعطاتني ومشات. يعني السيده اللي رباتك؟ السيده لا، دابا المراه اللي كانت تطلب الله يرحمها جابت الام ديالي. الام ديالي جات عندها للدار، عندها قعدت معاها اسبوع حتى قامت بالولاده ديالي انايا، عاد مشات في حالتها. عاد من مورا شهر رجعت ديك الساعه، ولكن ما قالوا لها بلي انا راه توفيت البنت اللي ولدت، راه توفات. اخر الكلام ديالك مع هذه السيده، شنو المعلومات الاخرى اللي قالت لك تقدر تساعدك بها باش توصلي للهدف اللي تشوفي الام ديالك؟ ما عطاتنيش شي حاجه اللي جديده، فهمتي؟ لانه هذا الشيء كامل اللي قالت لي كله انا راه عارفه، حيت راه انا راه براسي انا راه هادشي اللي قلت للناس، هادشي اللي تنبوح به انا نيت شخصيا. انا الحاجه الوحيده اللي تزادتني في الموضوع هي السكنه ديال الام ديالي اللي هي من فاس، ماشي طنجه، فاسيه. وهذا والصوره ديالها نفس النعت اللي عطاتني، راه الام ديالي هذيك اللي في الصوره اللي غادي يشوفوا المغاربه واللي تعرف عليها. الله يسهل عليكم، يحاول يتواصل معايا ويحاول يدير بينه وبين اللي خلقه، ما يشوف فيا لا انا لا في حتى شي حد. هنا غادي نسولك سؤال اخير، هاد السيده ملي شافتك انت وهي فايت منها شافت الام ديالك، ما قالتلكش الملامح كتشبه لها بزاف؟ لا، قالنا وراه نفس المعطيات، ولكن انا اللي اكد لي لانه نفس الكلام اللي قلت انا بحال الاسم اللي كانت بغات تسميني الام ديالي اميره، حتى هو قالت لي الكورميطه اللي كانت جايبه لي فيها سميتي، حتى هي قالت عليا، قالت لي المعطيات كامله اللي قلت كلهم قالتهم لي. غير هو ماشي شي حاجه اللي بينات لي نيت الحقيقه. وكنطلب منها الا كانت كتشوف فيا وعاودت شافتني، الله يسهل عليك، الا ما رحمي هاد البنت المقهوره اللي مقهورين معاها اربعه الوليدات، الله يسهل عليك ويخلي لك اللي عزيز عليك ويخلي لك بنياتك الا كانوا عندك، الا ما حسبيني وحده من بناتك وشفقي على هاد الام الضائعه والبنت المحرومه. ومهم هادشي اللي تنطلب من الله، والله يسهل عليكم اخوتي المغاربه، الا ما وقفوا معايا حتى نتوما بالبارطاج وبالدعوات ديالكم، والله يسر لي يا ربي. تنتمنى ان هاد العذاب هذا ديالي اللي ما عمرني حطيت راسي على المخده وعرفت الناس كاين الناس، يوميا كنفكر في هذا المشكل ويوميا كنهز معاه وكنفيق معاه يوميا، اقسم بالله ما عمرو نهار واحد
حيد ليا من الفكر ديالي، لدرجة مرضت من الداخل، وليت مريضة نفسيا محطمة لواحد الدرجة ما غاديش يقدروا يتخيلوها اخوتي المغاربة. هادشي اللي كاين. شكرا لك، هادشي اللي غادي نقول لك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، رجاء عطاتنا مجموعة من النقط حلل وناقش. هاد السيدة اللي ربطت بها الاتصال ما بيناتش لها الرقم، عطتها معطيات في الاتجاه ديال الام ديالها، ولكن ما عندهاش الرقم باش تواصل معاها، ما عرفتش مجموعه من الاشياء اخرى اللي تقدر تساعدها باش توصل للهدف اللي هي الام. مشاهدينا الكرام، هاد السيده كنوجه لها الشكر مبدئيا، وكذلك كنوجه لها الطلب انه تواصل ما امكن مع رجاء لتبيان الحقيقه اكثر. الهدف الاسمى في الموضوع هو هاد الشابه تعرف الام ديالها، لان الوضع ديالها صعب من جميع الجوانب، والشق النفسي عندها يعني اشكال كبير كما كتشوفوا معنا الان. مشاهدينا الكرام، رجاء الهم ديالها انه تعرف الام ديالها والاب ديالها. خدات واحد الطريق من جهه الاب ما توفقاتش فيها، لا زالت في شنآن مع الاطراف موضوع النقاش، وهنا خرج اليوم هذا الاتصال اللي عطى طريق اخرى ان الام ديالها من فاس. هنا كنوجه النداء كذلك للام، ارجوك ارجوك يا ربي الا قدرتي شتي هذا الفيديو تواصلي مع هاد الشابه باش تاكد الامور واش انتي الام ديالها نعم ام لا. مشاهدينا الكرام، النداء لجل المغاربه اننا نبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع من اجل الوصول للهدف. رجاء اطمئنوا تشوف الام ديالها، كما سوف اضع رقم الهاتف ديال رجاء للتواصل معها اكثر، والله عز وجل كيخلص المحسنين كل من ساعد هذه الشابه في الظرفيه الحاليه. مشاهدينا الكرام، حتى لا اطيل عليكم، نحن نتتبع هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع رجاء التي تبحث عن الاب وعن الام. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.